السلام عليكم، مش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وفي احسن الاحوال يا ربي. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم كريمة كاتيا للمواضيع المختلفة. فمن بعد هاد الروينة والضجة اللي خلقها سعيدة شرف ودنيا باطمة، كاينين بزاف ديال الفنانة اللي حاولوا يدخلوا بيناتهم بخيط ابيض، وكاينين اللي التزموا الصمت يعني. وهادشي راه كيف تنقولوا بلغ سيل الذوبة، يعني راه وصلت القضية حتى للوالدين. الا الوالدين ما خصهمش يتقاسوا. فخليكم معايا من الاول ديال الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا الفنانه دنيا بوطاطوت شنو قالت بخصوص هذا الموضوع. فاش غنقول لكم اخوتي، هذا الموضوع ديال دنيا باطمه وسعيده شرف خدا واحد المنحى اخر، يعني اصبح نشر الغسيل في السوشيال ميديا، وحنا راه ضد هاد الشيء. يعني اذا كان بيناتكم مشكل صافي، خليو القضاء ياخذ مجراه، وان شاء الله الحقيقه راه غتبان. اللي ظالم راه غادي ياخذ الجزاء ديالو، واللي مظلوم حتى هو راه غادي ياخذ الحق ديالو. فهاد الشيء اللي كاين، فهاد الشيء راه وصل لدرجه الميوعه ووصل لدرجه البساله. يعني ما كاين غير سطوريات عطيني نعطيك. شنو هاد الشيء؟ راه الفن راه رساله، يعني راه كاين الناس اللي كياخذوكم كقدوه، يعني داكشي اللي كديروه غادي يطبقوه. ديروا راه بحساب، راه كاينين المراهقين. الفنانه دنيا بوطاطوت قالت ان لم تستحي فاصنع ما شئت، قلت ما يدار عند شي قوم كيبغيو يطلعوا على دور عباد الله. فاش نقول لكم اخوتي، الله يدير شي تاويل ديال الخير. السلام عليكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، ونتمنى هاد الوضعيه تحسن من حسن الى احسن ان شاء الله، وما يبقاش هاد الشيء اللي كنشوفه ديال المعاطيه وديال المشاكل والصداع. حنا فغينا عليهم، فدام المغرب امنا وسالما.